هعمل رز ابيض، انا هعمل رز تاني خالص، والرز كمان اجدد فيه. انا عندي رز فلفل الوان او اخضر اللي يريحك، بس انا كان عندي كم حته قطعه من دي على دي على دي كده، رحت ايه مقطعاهم صغير قوي كده بالشكل ده، وعندي بصلايه عشان تديها طعم حلو كده للوصفه، ورق لورو، ليمون اسود، ليمون، وشويه كاري. ماشي، ده يعني قولوا حوالي معلقه كبيره، معلقه كبيره من الكاري مش الكركم، الكاري بيديها ريحه كده وحاجه حلوه اصيله شويه. هنيجي بقى هنا نجيب معلقه سمنه او زيت اللي انتوا عايزينه. بصوا بصله حلوه كده نطعم بيها الرز. انا حطيت ورق لورو هنا على فكره، واحط ليمونه برده، ليمون اسود واحده او اتنين، او واحده كفايه. تمام، بسم الله. واحط كمان الايه الكاري مع البصله. تمام كده، واحط اهي اهو الكاري كده، واقلبهم شويه، خلي البصله شفافه. انا كده حطيت ايه الميه قد الرز، هتغلي وبعدين هنزل فيها الرز، وفي الاخر خالص احط فلفل الالوان بعد ما يستوي. هوريك الخطوات معانا دلوقتي. بص انا هحط ملح بقى، يعني انا مثلا هحط 3 كوبايات رز، يبقى معلقتين ملح صغيرين. ماشي، معلقتين ملح صغيرين، هخليها تغلي بس، هنزل تغلي عشان اهري البصله شويه، زي ما قلت لكم قبل كده ما كنت عايزه البصله ما تبانش، بس يبقى تغلي شويه مع الميه، وبعدين اروح منزله عليها الايه الرز. خلاص بيغلي اهو، هنزل الرز. تمام، وبعد ما يتشرب وقرب ما هشيله من على النار، خلاص احط الفلفل عشان يفضل زي ما هو ايه سليم كده، مش مهري كاني عاملاه بالسلطه، كاني عليه سلطه كده.